أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن عدوهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بالعلم والعمل الصالحين يا رب العالمين. نعم، انتهى الكلام حول الأبواب التي خرجت على مقتضى الأصل، وقلنا أن هذه الأبواب هي سبعة أبواب خرجت على مقتضى الأصل. الآن يدخل في بحث المعرفة والنكرة. عندنا أمرين، الأمر الأول ما يسمى بالنكرة، والأمر الثاني ما يسمى بالمعرفة. زين، فالنكرة ما هو تعريفها؟ قال: ما كان شائعا في جنسه. ما كان شائعا في جنسه، هذا التعريف الأول اللي أخذناه بالدراسات التمهيدية سابقا في كتاب الآجرومية وغيره. شنو ما كان شائعا في جنسه؟ شوفوا اخوان، احنا ما اخذنا مبحث الجزئي والكلي. الكلي ما هو؟ قال: هو الامر المستوعب الشامل لعدة مصاديق ينطبق على اكثر من واحد، مثل رجل. مفهوم رجل هذا ما ينطبق على مصداق وفرد واحد وفقط، وإنما ينطبق على عدتي أشخاص. وعندما أقول ينطبق، التفتوا للعبارة، الانطباق كما تعلمون هو انطباق مفهوم على مفهوم، مو بالخارج. الانطباق ليس في الخارج، وإنما في عالم الذهن. مفهوم رجل ينطبق على الصورة الأولى لمحمد، والصورة الثانية لعلي، والصورة الثالثة لجعفر، والرابعة لفلان، وهكذا. إذن هو بيشياع، بيستيعاب، استيعاب، شياع، استيعاب، سعة، دائرة مفهومية واسعة. فلذلك نفس المعنى، هذا الشياع في جنسه يعني مفهوم واسع جدا. زين، في علم النحو شو راد من عده؟ شوف التعريف، النكرة ايش قال؟ ما يقبل ال، يقول انا يقول ذلك التعريف الذي جئت به وجاء به ابن هشام الانصاري. التعريف عند اهل المعقول، انا هذا شو اسوي؟ اريد تعريف نحوي جامع مانع يستوعب صحيح ينطبق. شوف ايش قال، قال النكرة ما يقبل ال وتؤثر في التعريف. هذا القيد الثاني، ما يقبل ال، هذا قيد رقم واحد، وتؤثر في التعريف، هذا قيد اثنين لازم نفتهمه، او يقع موقع ما يقبل ال، هذا رقم جيد ثلاثة، ما يقبل ال ويؤثر بالتعريف، أو ما يقع موقع ال، ما يقع موقع ما يقبل ال. إذن هنا ثلاثة قيود، وهذه القيود احترازية وليست توضيحية، يعني كل قيد يراد منه معنى دقيق جدا. فلنأتي إلى الكلمات أو القيود. أولا ما يقبل ال، شوف، رجل
نكرة. زين، هذه الكلمة تقبل دخول ال؟ انت ليش تسأل هذا السؤال؟ يعني عندنا كلمات ما تقبل دخول ال؟ يقول لي نعم، ذو ادخل عليها ال، كلمة ذو كلمة لا تقبل دخول ال. جاي تلاحظ هناك كلمات، هذه الكلمات لا تقبل دخول ال، وهناك كلمات تقبل دخول ال. فالقيد الأول ما يقبل دخول ال، رجل الرجل، كتاب الكتاب. فكلمة الرجل وكلمة الكتاب هاتان الكلمتان قبلتا دخول ال، بينما ذو إذن وين صار النكرة؟ رجل هذا نكرة. زين، نجي لمن؟ الرجل هذا معرفة. زين، واضح القيد الأول ما يقبل الكلمة التي تقبل دخول ال. القيد الثاني وتؤثر فيه التعريف. شنو هذا القيد؟ يقول عندنا كلمة نكرة مثل رجل، نكرة شائع في جنسه، ينطبق على كثير، ينطبق على أكثر، يصدق على أكثر من واحد، لكن هذه الكلمة قبلت دخول ال. بعد وإذا قبلت دخول ال يقول أثرت لو ما أثرت؟ أثرت. هذا قيثان شلون أثرت؟ حولته من الشياع والاستيعاب إلى تضييق دائرة المفهوم. كان شنو؟ شن تقول؟ رجل، رجل ينطبق على كثير، بينما الرجل من أقول لك جاء الرجل، أنا وياك شركاء بمحل وننتظر المشتري يجي، شكله جاء المشتري. شوف ال دخلت على المشتري، شوف شوف وين المشتري، وين المشتري، المشتري المعهود بين وبينك تضيق. شوف ال حولته إلى معرفة. شنو معرفة؟ يعني ضيقت دائرة المفهوم، عينته، شخصته، حددته، قيدت، قيد، ضيقت. فهذا التعيين والتشخيص والتحديد هذا بحد ذاته، حد ذاته تأثير لو مو تأثير. من هو المؤثر؟ ال. قلنا له شنو فائدة هذا القيد؟ قال ها، قال توجد هناك كلمات حتى وإن دخلت عليها ال هاي لا تؤثر. قال مثل ايش؟ قال شوف عباس، عباس سلام الله عليك يا أبو الفضل، هو معرفة، معرفة، فلتدخل عليها ال. شو تسوي هنا؟ عرفته هو معرفة، من قاع معرفة للمح الأصل. قول لمح الأصل، نيجي بعدين ناخذها. شنو معنى لمح الأصل؟ واضح؟ حسين معرفة، الحسين واضح، حسن الحسن سلام الله تعالى عليه. هو أنا جاي أقول لك توجد هناك كلمات وإن دخلت عليها ال هاي ما تأثر بها بعد فشي. ليش؟ لأن هو الاسم أساسا معرفة مو نكرة، الاسم أساسا معرفة لو نكرة معرفة، خل تدخل ال. شو تسوي؟ مثل ما يقول شاعرهم رأيت اليزيد ابن الوليد مباركا. هو يزيد ابن الوليد معروف لو ما معروف، خل تدخل ال. شو تسوي؟ واضح؟ فإذن هناك كلمات وإن دخلت عليها ال ما تأثر بها شيء، بينما هناك كلمات إذا دخلت عليها ال تؤثر. الكلام واضح لو مو واضح؟ جيد. فإذن القيد الأول للنكرة تقبل دخول ال. القيد الثاني شنو؟ شنو القيد الثاني؟ تدخل عليها ال وتؤثر،
يعني شنو تأثير تضييق الدائرة والتحديد والتشخيص المفهومي. بعد القيد الثالث أو شنو يقع موقع ما يقبل ال، هم نكره هذا. يقول الكلمات على قسمين، إما أن نفس الكلمة تقبل دخول ال، نفس الكلمة تقبل دخول ال، كتاب الكتاب، رجل الرجل، مشتري المشتري، هاي تقبل دخول ال. وهناك كلمات لا تقبل دخول ال، مثل ذو، ذو ما تقبل دخول ال، لكن معناها وهو صاحب يقبل دخول ال. فذو ذو هم نكره، لان واقع ما يق ما يقبل دخول ال، هي واقع موقع ما يقبل دخول ال، يعني معناها يقبل دخول ال، والا نفس اللفظ ما يقبل دخول ال. هم نكره هاي، فالنكره اما ان تقبل دخول ال، واضح، وإما أن تكون واقع موقع ما يقبل ال، يعني معناها اللي هو الصاحب يقبل دخول ال، بينما هو نفس اللفظ لا يقبل دخول ال. فهنا هم ذو، ذو أيضا تكون نكرة. هاي قيود النكرة، هذا يا تعريف، هذا تعريف بعض النحاة مثل ابن مالك، بينما ذاك التعريف ما كان شائعا في جنسه، هذا تعريف من؟ تعريف ابن هشام الأنصاري، هذا أحسن، هذا التعريف أفضل. هسه احنا نجي شنقل له، نقل له كم هي المعارف؟ يقول ستة. شنو هي المعارف الستة؟ يقول أولها الضمير، هو، هم، هما، هي، هذا الضمير، والضمير يعد أعرف المعارف. ثانيها اسم الإشارة، ذي، ذه، تي، تا، ته، مثلا اسم الإشارة ذي يعني هذه، ذه هذه، وهكذا راح ناخذها إن شاء الله. وهند يعني اسم العلم، اسم العلم إن شاء الله ناخذ محله شنو معناه. والمضاف إلى الضمير، من أنا أقول ابني، ابن نكر، بينما ابني، ابنك، ابنهما، هذا أضيف إلى الضمير. بعد الكلمة التي تقبل دخول ال، غلام الغلام، رجل الرجل. بعد والاسم الموصول، والاسم الموصول الذي، التي، وما شاكل ذلك، هذه بأجمعها معارف. أما الضمير هذه يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.